قبل فترة كنا نعانوا من ضعف الإمكانيات طبعاً، والسيارات كانت عندنا سيارة واحدة، لكن بفضل الله والخيرين وطبعاً عميد البلدية إجدابية عرفت مشكور على المجهود اللي بذله، والناس الخيرة من داخل مدينة إجدابية دعمتنا بالإمكانيات طبعاً. صراحة كانت عندنا فيها أزمة صراحة، توش ما شاء الله جنة المضخات صراحة، والمية تمت متوفر بشكل يومي الحمد لله. عندنا عدة نشاطات داخل بلدية أوباري، لكن ما فيش وين تمارس المرأة هذا النشاط. طالبت بمقر يكون خاص لاحتواء المرأة، سلمناه للأودبية، هي اللي دارت لنا ليه صيانة، والبلدية طبعا سلمتها لي على أساس أن أنا ندير مركز لاحتواء المرأة لممارسة نشاطها.